ناس عادي رغم الحسرة والتعتير لسه بلادك محفورة بقلبك وإنجازك الكبير قصة عم تحلى سطورة رغم الحسرة والتعتير لسه بلادك محفورة بقلبك وإنجازك الكبير قصة عم تحلى سطورة وبكرة بس ترجع بتصير بلادك حرة ومعمورة مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حقيبة السفر رح نناقش فيها مواضيع كثيرة بفقرة وقوف إجباري شو هي إجبار الحدود الدنيا للأجور بالدول الأوروبية وبفقرة أول خطوة خطاط سوري يكتب القرآن كاملا بالإبرة والخيط خلال 12 سنة يعد الحد الأدنى للأجور في اليونان هو الأقل مقارنة مع الحد الأدنى للأجور في الغرب الأوروبي لكنه أعلى مقارنة مع بلدان وسط وشرق أوروبا والسؤال اليوم كم تحتاج الأسرة السورية بأوروبا من المال للعيش دون الاستعانة بالمساعدات بالدول يلي عايشين فيها منشوف التقرير ومنرجع لمناقشة هذا الموضوع بينضم إلنا عبر السكايب السيدة إقبال الخميس وهي موظفة بشركة توظيف من السويد وأيضا الدكتور إبراهيم النجار من مدينة الباب وهو ألماني سوري نائب في مجلس المقاطعة والمفوض الحكومي في شؤون الهجرة والاندماج وعضو أيضا في فرع لحزب الاتحاد الاشتراكي الألماني مرحبا فيكم ضيوف الكرام أهلا بكم بدي أبدأ معك وأسألك سيدة إقبال يعني شو هي أكثر الأمور اللي ممكن حاليا عم يصرفوا عليها اللاجئين الأموال؟ صراحة بدي أحكي هون عن السويد نحن يعني بالمجمل غالب الحياة يعني في غلاء بسبب طبعا الضرائب العالية لكن مجمل الراتب المواطن أو الشخص اللي عم يشتغل أو الموظف بيروح على أجار البيت أجار الشقة على الفواتير على الدفعات وعلى المأكل والملبس مثل ما بيقولوا يعني الحياة مصاريف الحياة العامة بس أغلى شيء تقريبا السكن السكن هي من أحد أهم الأمور أيضا اللي ممكن كثير من اللاجئين يعني عم يعانوا فيها حتى بهاي النقطة طيب دكتور إبراهيم بدي أنتقل لك بسؤال أيضا يعني كثير بتردد بأذهان كثير من الناس وخصوصا السوريين بكثير من البلدان بعض أصحاب الأعمال بيستغلوا مثلا حاجة هذا اللاجئ للعمل فبيكون الحد الأدنى للأجور بيعطوه إياه أو ممكن أقل من الحد الأدنى للأجور هل هذا الأمر موجود في الدول الأوروبية؟ أحييك وأحيي السادة المشاهدين أهلا وسهلا فيك أخي كريم طبعا مثل ما بتعرف أنت الاتحاد الأوروبي يتألف 28 دولة 6 دول ما حتى الآن ما حدد الحد الأدنى للأجور بينما 22 الدولة الأخرى في حد أدنى للأجور وحسب الإحصائيات الأخرى في عنا 3 مجموعات من الدول 22 عنا المجموعة الأولى وهي الأجار تتراوح بها ما بين 270 أورو إلى 500 أورو شهريا فأدناها أجورا هي بلغاريا وأعلاها سلوفاكيا يعني فما تقريبا يعادل دخل الساعة الواحدة من 3 إلى أو من أقل من 2 أورو إلى 3 أورو وفي مجموعة ثانية وهي التي تتجاوز أجورها من 500 إلى 1000 أورو أدناها إستوانيا وأعلاها إسبانيا والمجموعة الثالثة ما بين 1500 إلى 1000 إلى 2000 أورو أدناها بريطانيا وأعلاها لوكسمبورغ إلى 2000 أورو في ألمانيا منذ عام 2015 في الحد الأدنى للأجور كان 8 أورو 50 على الساعة الواحدة فازداد
بال 2018 السنه اللي فاتت كان الحد الادنى للساعه الواحده 8 يورو 84 سنت، بال 2019 الان الحد الادنى 9 يورو 19 سنت، بال 2020 حيكون معدل الساعه او الدخل الادنى للساعه الواحده هي 9 يورو 35. دائما في زيادات في زياده تتراوح من 2 الى 3% حسب التضخم، واغلب الناس اللي بتشتغل بالمانيا 12 شهر بياخذوا 13 شهر يعني راتبهم. ولا كل شيء في المانيا حسب القانون، قانون العمل يطبق على الجميع كان الماني او كان غير الماني، الاجار تتطبق على الالماني والغير الالماني بغض النظر كان لاجئ او مقيم او مهاجر لسبب العمل. فلذلك اللي بيشتغل بشكل نظامي بسموهن الشغل الابيض او الشغل الاسود، الشغل الابيض لازم يكون حسب القانون الالماني، بينما الشغل الاسود اللي بسموهن الشباب طبعا هدف بصير فيه استغلال. طيب سيدة إقبال، بما أنك أيضا أنت يعني موظفة بشركة توظيف بالسويد، شو هي المعايير اللي تتبعوها لحتى تأمن مثلا وظيفة لهذا اللاجئ؟ المعايير اللي بيتبع الواحد لما بده للتوظيف بالبلد هون بالسويد عندنا اللي هو طبعا الشهادات أو التعليم حسب مستوى التعليم للشخص، أيضا الخبرة، خبرته بمجال العمل سواء بنفس مجاله أو بمجالات أخرى، طبعا كمان موضوع اللغة، اللغة كثير بتعتمد على العمل، بيعتمد على موضوع اللغة تقريبا بالنسبة إحنا إلنا كلاجئين جدد بالسويد. كل هاي الأشياء هاي تأخذ يعني معايير بتقييم الوظيفة للشخص يكون وظيفة مناسبة له. سيد إقبال، شو هي الأكثر حاليا طلبا؟ هل هو مثلا الأعمال الحرفية اليدوية أم أنه الأعمال الإدارية مثلا الأكثر طلبا واللي حاليا عم يستجيبوا إلها بالنسبة للاجئين؟ الأعمال الحرفية كتير مطلوبة بشكل كبير، بالإضافة إلى موضوع التدريس، العناية بالأطفال، العناية بالمرضى، هاي من الوظائف اللي جدا جدا مطلوبة بالسويد، وفو يعني عم يلاقوا بشكل سريع الباحثين عن هذه المجالات للعمل. هل في عند يعني السوريين، خلينا نحكي بما أنه يعني عم نحكي عن هذا الموضوع، هل في عندهم خبرة ببعض هاي المجالات؟ ممكن بعض المجالات اللي عم تحكي عنها مختلفة وما كان كثير السوريين يمارسوها بسوريا؟ صحيح. هلأ بالنسبة للتدريس بالمدارس أو العناية بالأطفال هي متواجدة، وكانوا كثير من يعني العاملين بسوريا كانوا يشتغلوا بنفس المجالات، ولكن العناية مثلا بالمسنين، العناية بالمرضى، هي بدها شوي تعليم خاص او احيانا بيخضعوا لدوره بسيطه بعد بياخذوا الشغل. وبالنسبه للاعمال المهنيه كمان بحاجه لدراسه نوعا ما، احيانا مكثفه واحيانا جدا بتفاصيل دقيقه. طبعا تعرف يعني مستوى العمل الامور المهنيه بالدول الاوروبيه جدا دقيق، بينما يعني احنا كنا ناخذها كمهنه او كمهنه متوارثه من الاباء والاجداد. فإنه لا، هون بالسويد بحاجة لتعليم وأحياناً ما بيقبلوا إلا بشهادة بنفس المهنة. طيب دكتور إبراهيم، بما أنك أيضاً أنت يعني ملامس لواقع اللاجئين، شو هي أكثر الأمور اللي عم تعيق وصول الكثير من السوريين للوظائف اللي مثلاً بيحلموا فيها، أو الوظائف اللي بيكون عندهم خبرة فيها مثل المهندس، مثل الطبيب، مثل المعلم إلى ما هنالك؟ بالنسبة للمهندس والطبيب في إجراءات أو إجراءات كثيرة حصلتهم في ألمانيا لتسهيل عملية الاعتراف بالشهادة والاعتراف بالزمن المدي اللي اشتغل فيها فرضا بسوريا أو في دولة أخرى. فحتى تعليم اللغة ما ركز على الناس مثل الأطباء والمهندسين فرضا، ركز كمان مو بس على اللغة، ركز على المصطلحات العلمية، يعني مو بس بتعلم المصطلحات اللغة الألمانية، بنفس الوقت صار يتعلم المصطلحات كانت طبية ولا هندسية ولا صناعية وإلى آخره لكي يندمج في العمل، لأنه ألمانيا بحاجة إلى يد عاملة. ألمانيا مثل ما بتعرف أستاذي الكريم بال 2020 بال 2030
هتقل اليد العامله فيها الى 4 مليون، بال 2060 هتقل تقريبا الى 10.2 مليون، وعم نحكي على الطبقه اللي تتجاوز عمرها من ال 20 الى 65 سنه، المانيا تعاني من الشيخوخه، فلذلك في فرص كبيره جدا للاجئين، وهذا سبب من الاسباب ليش المانيا استقبلت عدد كبير من اللاجئين، ليش المانيا منذ شهرين ثلاثه الحكومه الالمانيه سهلت اجراءات الهجره الى المانيا، لانه في نقص في تقريب بال 2009 كان في نقص في 300 ألف وظيفة في ألمانيا شاغرة، يعني بال 2019 الآن عندنا 800 ألف وظيفة شاغرة، فطبعا في مجال وفي فرص هائلة للاجئين لكي يعملوا لكي يعني يندمجوا بسوق العمل. لهذا السبب ألمانيا استثمرت كثير من المال في اللغة، استثمرت في تعديل الشهادات، سهلت تعديل الشهادة، يعني أي شخص هون في ألمانيا عم تستثمر فيه ما يقل من 5000 إلى 20000 أورو حتى يندمج بسوق العمل. بس وبعدين الخبرة بتختلف، يعني أنا ما يعني في ناس بتقول لك أنا أستاذ مدرسي لازم أصير أستاذ، في عنا إحنا الأستاذ هون بدرس 4 سنوات، عنده سنتين عملي، يعني دراسي 6 سنوات، بيجي بيقول لك انا استاذ بدي اشتغل هون استاذ بسوريا، او اذا انا كنت محامي بدي اشتغل محامي هون بالمانيا، فهذا ما بيمشي الحال، لازم واحد يلاقي على بديل اخر، او انا استاذ مدرس لغه عربي، اوكي في فرص بس الفرص قليله، بعدين حسب الشخص، في ناس بدها تشتغل وفي ناس ما بدها تشتغل، ليش؟ لان انا عندي 3 4 اشخاص في البيت، يعني او مع زوجتي او انا بنكون 5 اشخاص، عم ناخذ مساعدات مادية، الأطفال ما بدفع عنهم بالمدرسة، بالروضة الأطفال غير أي واحد يحصل على المساعدات الاجتماعية فهو معفى من المدارس، معفى من الحضانة، من المدرسة اللي بسموها بعد كتابة الوظائف سموها هورت هوني، ففي ناس مش مشجعين يشتغلوا، بقول لك إذا اشتغلت أنا حاخذ 2000 أورو فرضاً، انا عم بتقاضى الان من الجوب سنتر ولا من الاربايت، يعني من مكتب المساعدات الاجتماعيه نفس الشيء. فلذلك منذ يومين ثلاثه الحزب الائتلاف المشارك للائتلاف حزب الاتحاد الاشتراكي الالماني عم طالب انه تصير الاجور 12 ساعه، الحد الادنى للساعه الواحده تكون 12. فلذلك المانيا استقبلت، عم تستثمر في الناس. لكن دكتور محمد، يعني اعلق على نقطه واسف على المقاطعه، بانه بنقطه الخبرات، هل يتم الاعتراف على خبرات السوريين بشكل دائم، ولا انه في معايير لازم يعني ينتهجها السوري المقبل على هاي الوظيفه لحتى يعني يزبط ويدخل بالوظيفه؟ بالضبط، اول شيء اللغه، واحد لازم يعني يصل لمستوى محدد معين باللغه لكي يعني يقدر يفهم زملائه بالعمل، يقدر يفهم المعلم تبعه، يتعامل مع المجتمع، هذه اللغه اهم شيء. والشغله الثانيه، بعد ما عم تعلموا اللغه عم ببعثوهم باهلوه تاهيل مهني او صقل مهني او تعديل مهني. بالنسبه للاطباء للمهندسين بتكون اسهل، حتى للحرفيين، الحرفيين ببعثوهم كمان الى المعامل مثل يعني شتى الحرف اليدويين. وقت رب العمل اللي بيستقبله لكي بيعمل عنده عملي، يعني فتره عمليه 4 اشهر 6 اشهر، بقول انه الان ثقل المعلومات، عرف الروتين الالماني، عرف روتين الشغل بالمانيا، فيؤهل الى، فعنده فرص كبيره يتاهل ويشتغل ويعتمد. طيب على نفسه سيد اقبال، بدي اسالك يعني شو هو الحد الأدنى للأجور المفروض يكون عند كل عائلة لحتى يعيشوا حياة بالنهاية حياة كريمة؟ هلأ بالنسبة مثل ما قلت لك، يعني موضوع المعيشة في السويد نوعا ما مكلفة، فيفترض أنه يكون نوعا ما جيد الدخل، يعني تقريبا ما يعادل 2000 دولار شهريا، وحتى إذا كانوا كعائلة كبيرة نوعا ما ممكن، يعني المفروض انه يكون الاب والام يعني كطرفين انه عم يشتغلوا بحيث انه يكفوا مصاريف الحياه بشكل نوعا ما جيد. بيختلف مستوى المعيشه من مثلا المدينه المركز للارياف وايضا القرى؟ صحيح
صحيح اكيد، لانه مثلا المدن الكبيره اكيد مثل ما قلت لك يعني اجارات البيوت جدا مختلفه، تكلفه المعيشه، طرقات السفر من او الانتقال من مكان لمكان، تكلفه المواصلات، يعني كل التكاليف بتفرق اكيد من منطقه. حتى عندك بمناطق الشمال، شمال السويد، بتكون اكيد تكاليف المعيشه اقل، لكن الرواتب نفس الرواتب، ولكن الحياه بتختلف في المناطق الموجودة بالشمال. طيب سيدي إقبال، نقطة يعني أنه كثير من السوريين بنعرف أنه عندهم حرف يدوية، يعني نتذكر بالصيفية كانوا يبعثوا أولادهم لتعلم الحرفة، حدادة، إنشارة، دهان إلى ما هنالك. هل بحاجة هذا اللاجئ اللي عنده حرفة يدوية لشهادة؟ هل بحاجة لأنه يدخل امتحان معين لحتى يتم مثلا قبوله بالوظيفة؟ أكيد طبعا، يعني برجع بأكد إنه أي مجال مهني بيخضع ل يعني تكنيك معين، يعني مثلا يعني بتفرق كل يعني حتى أمور البناء عندهم مختلف هون، الموضوع الدهان إنه كثير بيعتمدوا على الأمور البيئية، إنه سلامة البيئة، السلامة الصحية للشخص، فكل هاي الشغلات بيخضع للواحد بالأوتبنينج أو الدراسة اللي بياخذها بهذا المجال. فضروري جدا، هلا ممكن يدخل بهذا المجال ولكن كمتدرب وكراتب جدا نوعا ما ضعيف، ولكن بعد ما ياخذ الدراسه، بعد ما يتعلم على المهنه ويصير معه شهاده، كثير بيتحسن نوعيه الراتب او جوده الراتب، بيتحسن جوده مثل ما بيقولوا بيئه العمل، كل هاي الاشياء بصير، حتى بيوصل لمرحله انه بيقدر يفتح شركه اذا كان معه يعني دراسه ومعه ساعات عمل محددة، بيقدر يوصل لمرحلة أنه يفتح شركة بهذا المجال اللي هو بيشتغل فيه. طيب دكتور إبراهيم، موضوع المساعدات، كثير من الأشخاص حاليا عم يعتمدوا على موضوع المساعدات، وخصوصا إذا كان مثلا عندهم أفراد بالعائلة مثلا عدد جيد، ف يعني بيطول سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ما بيحصل شغل. طيب هل المساعدات ما رح يجي عليها وقت تخلص، ما رح يجي عليها وقت تقل، ما رح يجي عليها وقت مثلا ينحرم منها هذا اللاجئ؟ المساعدات في ألمانيا لا، ما حتنقطع، لأنه في ألمان من 20 سنة من 30 سنة بتقاضوا مساعدات. أنت وقت بتشتغل لك حماية، لك راتب تقاعدي بالمستقبل إذا تقاعدت. بعدين في كثير ما بحسبوا في تعويض الطفل او هون تعويض الطفل، او في له راتب، كل طفل في له راتب غير المساعدات الاجتماعيه بس، ولكن بالمانيا تعويض الطفل يحسم من يعني ينقص من ينقص المعي الاعانه الماديه، بنقصها للاعانه الماديه. فاذا انا كنت عم بشتغل، لو كنت عم بتقاضى 2000 اورو بس، ال 1000 اورو فرضا او اكثر او اقل اللي باخذها تعويضات على الطفل، هذه تزداد الى 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 راتبي. فلذلك الافضل، انا دائما بقول نوعي الناس هون وخاصه اللاجئين، انه وقت انا بشتغل لو اخذت 2000 اورو او 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 200 اورو اكثر من المساعدات، بس انا في الي حماي، في الي سنويا 4 اسابيع اجازه مدفوعه، بتقاضى 13 شهر بالسنه بحالة المرض، بحالة الإعاقة اللي تقاعد وإلى آخره. ففي ناس بتحاول تشتغل بغض النظر كم شخص عندن، وفي ناس بيقول لك لا أنا موفي معي. طيب سيد إقبال، يعني بحكم ملامستك أيضا لواقع السوريين، هل لمستي إضافة من قبل هؤلاء اللاجئين، إضافة مهن مثلا؟ يعني ممكن يكون بمجال الطبخ، ممكن يكون بمجال الطعام، ممكن يكون بمجالات أخرى، وكان في تقبل حقيقي من قبل يعني الشعب ومن قبل السويديين. صحيح. هلا في هون كثير شغله، يعني من المهن اللي كثير ناس دخلوا فيها اللي هو سائق باص او سائق قطار، يعني هي من المهن اللي كثير دخلوا فيها ناس، كون هون البلد عم تتوسع وعم يزيدوا محطات القطار او سكك الحديد وكذا، فكثير من الشباب او حتى السيدات يعني دخلوا بهذا المجال. طبعا هي محتاجه لدراسه، دراسه مدتها تقريبا سنه واحيانا 6 اشهر، بيخضع لها الشخص المتقدم لتدريب مهني، تدريب على كافة الأمور بموضوع قيادة الباصات والقطارات،
وبعدين بيدخلوا، وصراحة كثير من الشباب والسيدات قلت لك دخلوا بهذا المجال، وكانت كثير شغلة يعني جيدة وجميلة. سيدة إقبال، موظفة بشركة توظيف في السويد، وأيضا الدكتور إبراهيم النجار الألماني السوري والنائب في مجلس المقاطعة والمفوض الحكومي في شؤون الهجرة والاندماج، كنت معنا عبر السكايب. شكرا جزيلا لكم.